لأن الاعتراضات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تكفي، نزلوا إلى الشارع. اختاروا ساحة رياض الصلح ليقولوا للوزراء طلعت ريحتكم، هم مواطنون طفح بالنسبة إليهم كيل الفساد في ملف النفايات. نحن نطالب باستقالة الحكومة ووزير البيئة المسؤول المباشر عن الأزمة الراهنة. من المعيب أن تربط الحكومة أزمة النفايات التي تمس جميع المواطنين دون سواء بمصالح سياسية ضيقة لأطراف المشاركين فيها. أي طرح بدنا نحلله إذا ما عارفين لوين وأي نوع نفايات سوف تنقل؟ الاعتصام تحول مسيرة جابت شوارع وسط بيروت، بيروت التي تعمها رائحة النفايات تنفست لأول مرة منذ أسبوع، بيروت صرخت بلسان هؤلاء. جايين نشارك لأنه الزبالة وصلت على بيوتنا، سكرت لنا طرقاتنا، مش قادرين نتنفس ببيئة محترمة، جايين نطالب بحقوقنا. وصلنا لمرحلة إنه الناس يمكن من بعد التمريض بطلوا سألانين عن أي شيء، بطلوا سألانين عن الناس، وبلشت تبين هالأثر. بيجينوا له اليوم إنه نحن يمكن لو هالناس منهم كثار، هالناس منها ساكتة على اللي عم بيصير. الحرز هو الحالة إنه بيصير فينا إعادة تصنيع بعض الأشياء مثل البلاستيك أو الورق، دونك هيدا اللي عم نقترحه إنه كل بلدية تفرز هالزبالة يلي عم تنكب بدل ما انتم. صراحة من نحن وصغار بيعلمونا أهلنا ما تكبوا على الأرض، ما تكبوا ما تكبوا. نحن عن العرب عادة بنقول عن حالنا نضاف، بس يعني اليوم هذا دليل أنه نحن عن جد ما ننضاف ولطيزهم، بس بدهم مصاري. يعلم المعتصمون أن أزمة النفايات ما هي إلا جزء من أزمة النظام اللبناني، لذلك نادوا بإسقاطه ونادوا بالثورة. عشان نريد إسقاط النظام.